رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالسيد ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق لدى لقائه بقصر الرفاعة بمناسبة زيارته للبلاد، مستذكرا سموه الدور البارز الذي أسهم به السيد كاميرون في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية الممتدة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وما يربط بينهما من تعاون وتنسيق في مختلف المجالات، منوها سموه بدور المملكة المتحدة في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم. واستعرض سموه خلال اللقاء بحضور معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مع السيد ديفيد كاميرون عددا من الموضوعات والقضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب السيد ديفيد كاميرون لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير على فرصة اللقاء بسموه، مشيدا بما يبديه سمو ولي العهد من اهتمام وتطلع مستمر نحو دعم أطر التعاون بين البلدين الصديقين.